مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. من يرتدي قميص النادي الأهلي لابد أن يتمتع بشخصية البطل. دي كلمات طبعا الأسطورة، أسطورة كرة القدم المصرية كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اللي قالها امبارح في مداخلة مهمة جدا مع كابتن سيد عبد الحفيظ في برنامج ملعب النادي الأهلي. في المداخلة دي كمان فتح كابتن محمود الخطيب قلبه واتكلم عن كل حاجة بتخص اللي حصل في مباراة الترجي، والأثر طبعا النفسية السيئة جدا بعد الخسارة، والخطوات اللي لازم يتخذها النادي عشان يخرج من أزمة خسارة اللقب الأفريقي. هنشوف النهاردة وهنتابع مع بعض تفاصيل كلام كابتن محمود الخطيب من خلال أخبارنا في الحلقة النهاردة. كمان كابتن محمود الخطيب دلوقتي متواجد في ألمانيا في رحلة علاج سريعة قبل إن شاء الله ما يرجع لنا بالسلامة، عشان طبعا يترأس اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي يوم الخميس اللي جاي، اللي هيكون معمول لمناقشة كل ما يخص قطاع كرة القدم في النادي الأهلي وبالأخص الفريق الأول بالتأكيد. بكرة إن شاء الله كمان النادي الأهلي هيستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الوصل الإماراتي في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، واللي هتقام إن شاء الله في الإمارات يوم 22 نوفمبر الجاري، وكمان بيسعى أكيد الجهاز الفني لتجهيز كل اللعيبة لمواجهة البطولة العربية ومسابقة كمان الدوري والكاس، وبالتأكيد طبعا هيكون عندنا نقاش كتير جدا حول كل الكلام والأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي النهاردة، مع ضيفنا في حلقتنا النهاردة أستاذ محمود باهي ناقد الرياضي في الشروق. تعالوا نروح لأهم عناوين حلقتنا النهاردة. الخطيب: يوم خسارة من الترجي هو الأسوأ في حياتي. الخطيب: من يرتدي قميص الأهلي لابد أن يتمتع بشخصية البطل. الخطيب لجماهير الأهلي: انتظروا تدعيمات قوية في يناير وهناك إعادة هيكلة في قطاع الكرة. محمد يوسف: الأهلي سيعود أقوى من قبل. الأهلي يستأنف ميرانو غدا استعدادا للوصل الإماراتي. برغم الخسارة الأهلي يتربع على عرش ترتيب أندية القارة السمراء. معسكر الفراعنة ينطلق اليوم استعدادا من موقعة برج العرب أمام تونس. من أهم عناوين حلقتنا النهاردة نروح لأهم العناوين اللي اتقالت في الجرايد عن النادي الأهلي من امبارح للنهاردة. الأهرام: الخميس يوم الحسم في الأهلي. الأخبار: ثورة تصحيح في الأهلي يوم الخميس. الجمهورية: زلزال الخطيب يهز الأهلي. الشروق: الخميس الحاسم في الأهلي، الخطيب يناقش أسباب الإخفاق الإفريقي مع كارتيرون ويوسف، قرارات سريعة منتظرة من لجنة الكرة واعتمادها في الاجتماع الطارئ لمجلس الإدارة. اليوم السابع: رئيس القلعة الحمراء يدرس إجراء تغييرات في قاع الكرة، الخطيب كهرب المنظومة الكروية في الأهلي. الأخبار المسائي: الأهلي يجدد الثقة في كارتيرون، جهاز الكرة يجهز تقاريره وصالح جمعة تحت الطلب. الوفد: ثورة تغيير في الأهلي، الخطيب يطلب تقارير عاجلة ويجدد الثقة في كارتيرون وميزانية مفتوحة لصفقات يناير. نروح معاكم لتفاصيل أهم الأخبار اللي استعرضنا مع حضراتكم دلوقتي عناوينها، وهنبتدي أو هنتكلم طبعا عموما تقريبا أن اجتمعت النهاردة كل الجرايد على تناول أخبار النادي الأهلي من منظور واحد بس، وهو الاجتماع المنتظر لمجلس إدارة النادي الأهلي يوم الخميس اللي جاي، ومناقشة طبعا تقرير لجنة الكورة اللي هتقدمه للمجلس، واللي هيكون فيه كل ما يخص فريق كرة القدم في المرحلة السابقة، واللي طبعا شهدت خسارة الفريق قصاد الترجي التونسي وخسارة طبعا لقب دوري أبطال أفريقيا. قالت جريدة الأهرام على يوم الخميس ان هو يوم الحسم. كمان الاخبار قالت عليه ثورة التصحيح. كمان الجمهوريه قالت ان قرارات كابتن محمود الخطيب بتعتبر كالزلزال، وقالت زلزال الخطيب يهز الاهلي. والشروق كمان قالت على يوم الخميس اللي جاي الخميس الحاسم في الاهلي. واليوم السابع قالت ان الخطيب بيدرس اجراء تعديلات في قطاع كره القدم.
دي تقريبا كانت اهم المنشطات والاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي من خلال الجرايد من امبارح للنهارده. دلوقتي تعالوا نشوف مع بعض اهم منشطات اللي نزلت على مواقع الانترنت من امبارح للنهارده عن النادي الاهلي. الموقع الرسمي للنادي الاهلي الخطيب يوضح الخطوات التي سيتخذها لاعاده بناء فريق الكره. بوابة الشروق الخطيب يوم الخسارة من الترجي هو الأسوأ في حياتي. الأهلي.com محمود الخطيب من يرتدي قميص الأهلي لابد أن يتمتع بشخصية البطل. الوطن سبورت الخطيب لجماهير الأهلي انتظروا تدعيمات قوية في يناير وهناك إعادة هيكلة في قطاع الكرة. بوابة الوفد محمد يوسف الأهلي سيعود أقوى من قبل. يلا كرة يوسف بناء الفريق سيتم على مرحلتين وأزارو لن يرحل. بوابة فيتو الأهلي يسلم قائمة الإفريقية الخميس. الموقع رسمي لنادي الأهلي الأهلي يستأنف ميرانو غدا استعدادا للوصل الإماراتي. الموقع رسمي لنادي الأهلي كارترون يجتمع بلاعبي الأهلي غدا. الموقع رسمي لنادي الأهلي فحص طبي للسلية وهاني. اليوم السابع لجنة الكرة في الأهلي تناقش مصير صالح جمعة وكارترون يرحب بعودة اللاعب. الوطن سبورت برغم الخسارة الأهلي يتربع على عرش ترتيب أندية القارة السمراء والزمالك يواصل التراجع. نروح معاكم دلوقتي سريعا لتفاصيل اهم العناوين اللي استعرضناها دلوقتي مع حضراتكم من خلال مواقع الانترنت واخبار اللي نزلت عن النادي الاهلي على مواقع الانترنت. وهنبتدي مع الموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اتكلم قد ايه هو حزين وحزنه كبير جدا بسبب حاله الحزن طبعا والغضب اللي بيعيشها جمهور النادي الاهلي بعد خساره نهائي دوري ابطال افريقيا يوم الجمعه اللي فاتت قصاد الترجي التونسي. واكد كمان ان يوم الجمعه اللي فاتت ده كان اسوأ يوم في حياته. وقال كمان رئيس النادي الاهلي ان هو حس ببعض الفرحه داخليا بعد مواجهه الذهاب والفوز بنتيجه 3-1 الا انه كان عارف ان في لقاء تاني وصعب. وقال ان هو ما تعودش ان هو يفرح قبل اكتمال النصر وانه نقل الكلام والاحساس ده للعيبه وكنت حاسس بقلق كبير جدا. ده كان كلامه قبل المباراه لان حسيت بان الكل عاشوا الفرحه قبل حدوثها ومش من الصواب او مش من الصح ان اللاعب يشعر بانه فاز قبل ما يلعب. ففرحتنا في بطولة 1982 جت بعد ما خدنا مواجهة العودة في كوماسي. وأكد كمان كابتن محمود الخطيب أن كل اللي بيعمل في النادي الأهلي أو بيلبس قميص النادي الأهلي لازم يتمتع بشخصية البطل. وأكد كمان أنه متقبل ومقدر غضب وحزن جمهور النادي الأهلي بعد النتيجة الصعبة قصاد الترجي التونسي. وأكد كمان رئيس النادي الأهلي أن سياسة النادي على مر التاريخ هي عدم التفاعل السريع مع المواقف قبل ما يتم دراستها كويس وان النادي الاهلي على مدار تاريخه لا يدخل في مهاترات. وقال كمان رئيس النادي الاهلي ان هو فعلا طلب تقارير وافيه عن كل الملفات في قطاع الكوره. واكد كمان ان التقارير اللي طلبها دي بعد هزيمه رودس كان هيطلبها حتى لو كان النادي الاهلي فاز بدوري ابطال افريقيا في ظل طبعا بعض القصور ولكن اصلاحها وسط المباريات كان هيكون صعب جدا. وقال كمان ان التقارير دي مهمه جدا عشان نشوف الصوره كامله ونناقشها مع باقي المسؤولين في النادي الاهلي قبل اعاده بناء الفريق واعاده هيكله قطاع كره القدم في النادي الاهلي وهو ده طبعا اهم حاجه حاليا. وكمان قال كابتن محمود الخطيب واتكلم عن القائمة الأفريقية وشدد أنه ما كانش فيه أي إمكانية لإجراء أي تعديلات عليها بعد تسليمها أو تسليمها من جهاز الكورة وهي بتضم 26 لاعب. وفعلا الجهاز الفني الجديد قام بإضافة 4 لعيبة. وأكد كمان أنه هيتم البدء في بناء الفريق في يناير اللي جاي بالإضافة لهيكلة إدارة كرة القدم بما يتناسب مع المرحلة القادمة. وقال كمان رئيس النادي الأهلي أن القائمة الأفريقية هيتم تسليمها يوم الخميس اللي جاي لكن احنا هنحرص على ترك اماكن شاغره في القايمه انتظارا للصفقات اللي هندعم بيها الفريق ان شاء الله في يناير اللي جاي. وان نوعيه طبعا الصفقات اللي هيعملها النادي الاهلي هيتم تحديدها في ضوء التقارير المطلوبه من جهاز الكوره بالاضافه لرؤيه الجهاز الفني للفريق.
كمان بوابة الوفد قالت ان اكد محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكرة في النادي الاهلي ان الفريق هيرجع اقوى من الاول. النادي الاهلي دايما بيرجع سريعا بعد اي كبوة، وهو ده اللي بيميزه عن اي نادي تاني. واكد كمان محمد يوسف وقال مش هقصوا على اللعيبة وهنحملهم الكثير من الضغوطات، لانهم بذلوا كل اللي عندهم وكل اللي في وسعهم عشان يحققوا اللقب الافريقي. كمان موقع يلا كوره قال ان صرح كابتن محمد يوسف المدرب العام للنادي الاهلي والقائم باعمال مدير الكوره ان خطه دعم الفريق اللي اعلن عنها رئيس النادي الاهلي هتنقسم لمرحلتين خلال يناير اللي جاي والصيف المقبل. وعن الاخبار اللي ترددت عن طلب المغربي وليد ازار ان هو يرحل عن النادي الاهلي في الفتره اللي جايه، قال يوسف قمنا بتعديل عقد اللاعب بدايه من الموسم الحالي وهو باقي مع الفريق ولن يرحل، واكد كمان ان اللاعب لم يطلب الرحيل في يناير كما تردد. نرجع للموقع الرسمي للنادي الاهلي مره تانية واللي قال ان هيستأنف الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي تمرينه بكره ان شاء الله يوم الثلاث مساء استعدادا لمواجهه الوصل الاماراتي المقرر ليه يوم 22 نوفمبر الجاري في اياب دور ال 16 في بطوله كاس زايد للانديه. المباراه دي طبعا زي ما احنا عارفين هتكون في الامارات باذن الله، كانت المباراة الذهاب أقيمت على استاد برج العرب وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2. كمان الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال إن باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي هيعمل محاضرة مع اللعيبة قبل تمرين الفريق بكرة عشان يتأكد ويأكد على ضرورة إغلاق ملف بطولة دوري أبطال أفريقيا ويركز في المباريات اللي جاية والبطولات اللي جاية، بداية طبعا من مواجهة الوصل الإماراتي ضمن بطولة كاس زايد للأندية الأبطال واللي هتقام بإذن الله في الإمارات يوم 22 من نوفمبر الجاري. وكمان بيسعى الجهاز الفني لتجهيز اللعيبة لمواجهة البطولة العربية ومسابقة الدوري العام وكاس مصر. كمان لسه مكملين مع اخبار النادي الاهلي من على الموقع الرسمي للنادي اللي قال ان عمرو السوليه ومحمد هاني لعيبه النادي الاهلي هيخضعوا لفحوصات طبيه على هامش تمرين الفريق بكره ان شاء الله عشان يتم الاطمئنان عليهم وعلى اصابتهم اللي تعرضوا ليها في مباراه الترجي التونسي الاخيره في اياب نهائي دوري ابطال افريقيا، وهيحسم الفحص الطبي مده غياب الثنائي عن التدريبات الجماعيه عشان يقدروا يجهزوهم للفتره المقبله. نروح لليوم السابع اللي قال ان بتناقش لجنه الكوره في النادي الاهلي في الاجتماع اللي جاي مصير صالح جمعه سواء بقيده في فتره الانتقالات الشتويه اللي جايه او عدم القيد وتجديد بيعه لاي نادي خارجي. كمان الوطن سبورت قالت برغم خساره النادي الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا للموسم الثاني على التوالي الا انه مازال مسيطر على صداره الانديه الافريقيه وبفرق شاسع جدا عن اقرب مطارديه، بل هو النادي الوحيد اللي حطم حاجز ال 100 نقطه في ترتيب الانديه بحسب نقاط تصنيف الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف، وكان رصيد النادي الاهلي 105 نقطه قبل نسخه دوري ابطال افريقيا واللي انتهت بفوز الترجي التونسي، ونال النادي الاهلي 4 نقاط بعد ما أخذ المركز الثاني عشان يرفع رصيده ل 109 نقطة. استمر كمان مازيمبي الكونغولي في المركز الثاني في الترتيب العام للأندية الأفريقية، وخطف الترجي التونسي المركز الثالث من مواطن النجم الساحلي بعد ما حصد 5 نقط بعد حسم دوري أبطال أفريقيا عشان يرفع رصيده ل 68 نقطة وفرق نقطتين عن الفريق الساحلي. حافظ نادي الزمالك بقى على المركز الخامس بعد ما فشل في تحقيق أي نقاط بعد توديع المبكر لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، فيما يلي طبعا الترتيب العام للأندية الأفريقية بعد نهاية دوري أبطال أفريقيا. رقم واحد هو النادي الأهلي المصري 109 نقطة، مازيمبي الكونغولي 69 نقطة، الترجي التونسي في المركز الثالث 68 نقطة، النجم الساحلي في المركز الرابع 66 نقطة، نادي الزمالك بيجي في المركز الخامس 59 نقطة، وعلى مستوى ترتيب نادي القرن 21 ما زال النادي الأهلي لحد دلوقتي متربع على القمة، طبعا بيدافع عن اللقب اللي حققه في العام أو في القرن الماضي القرن العشرين، وعزز المارد الأحمر صدرته ب4 نقط عشان يزيد الفارق في مطاردة الأول مازيمبي ل 19 نقطة، يعني ما بين الأول والتاني 19 نقطة. طبعا استغل فيها نادي الأهلي خروج الفريق الكونغولي من ربع النهائي دوري أبطال أفريقيا ونيله 2 نقطة فقط، وبالإضافة طبعا لأن تراجع نادي الزمالك وصيف القرن الماضي للمركز الخامس
في ترتيب القرن الحالي بعد طبعا نتيجة في الكونفدرالية الأفريقية وتوداعها مبكرا على إيد ولايتا ديتشا الأثيوبي. وعزز الترجي التونسي من تواجده في المركز الرابع وبفرق 6 نقط فقط عن النجم الساحلي. وفي مالي بقى ترتيب أندية أفريقيا في القرن الواحد وعشرين. في القرن الواحد وعشرين النادي الأهلي معاه 69 نقطة، مازيمبي معاه 50 نقطة، نجم الساحلي معاه 47 نقطة، الترجي التونسي معاه 41 نقطة، الصفاقسي التونسي معاه 24 نقطة، الوداد المغربي معاه 23 نقطة، نادي الزمالك في المركز السابع دلوقتي ب 22 نقطة. دي كانت أهم أخبار النادي الأهلي من على مواقع الإنترنت. دلوقتي معادنا مع أهم الأخبار المحلية والعالمية وكمان أخبار محترفينا في الخارج. اليوم السابع معسكر الفراعنة ينطلق اليوم استعدادا لموقعة برج العرب. سوبر كورة المنتخب يبدأ خطة الفوز على تونس في برج العرب. وزير الرياضة والسفير التونسي يتابعان آخر استعدادات مباراة مصر وتونس. الوطن سبورت أجيري يطلب مواجهة الإمارات وديا في مارس. فيتو شوقي غريب الأقدمية سبب اختيار رمضان صبحي لقيادة الأولمبي. الشروق وهبة ينضم لجهاز فييرا في الإسماعيلي. صدى البلد صلاح يزين التشكيل المثالي للجولة الـ12 في الدوري الإنجليزي. 1-3 رمضان صبحي يكشف عن نصائح محمد صلاح. سكاي نيوز إجبار ريال مدريد على تغيير في أسماء وأرقام اللاعبين. مورينيو يعترف افتقدنا باغبا وفلايني سبب فشل خطتنا أمام السيتي. سبورت 360 سولاري يحقق أفضل انطلاقة لمدرب في تاريخ ريال مدريد. كورة الإرهاق يضرب هازارد منذ مونديال روسيا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم اخبارنا وفقراتنا وبنوصل معاكم دلوقتي لاهم الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج. ونرجع اليوم السابع. اليوم الخمسه من التصفيات المؤهله لبطوله كاس امم افريقيا 2019 في الكاميرون واللي هتقام ان شاء الله في يونيو اللي جاي. اختار أجيري 27 لاعب للمباراتين منهم 11 محترف وهم أحمد المحمدي من أستون فيلا الإنجليزي، أحمد حجازي من ويست برومتش ألبيون الإنجليزي، محمد النني من أرسنال الإنجليزي، محمد صلاح من ليفربول الإنجليزي، محمود حسن تريزيجي من قاسم باشا التركي، عمرو وردة من باوك اليوناني، محمد عواد من الوحدة السعودي، وسام مورسي من ويجن، وحسين الشحات من العين الإماراتي، علي غزال من فانكوفر الكندي، عمرو طارق من أورلاندو بايرتس أورلاندو سيتي الأمريكي، و16 لاعب محلي وهم مروان محسن من النادي الأهلي، طارق حامد من نادي الزمالك، أيمن أشرف من النادي الأهلي، محمد الشناوي من النادي الأهلي، محمود حمدي الونش من الزمالك، باهر المحمدي من الإسماعيلي، صلاح محسن من الأهلي، محمد محمود من دجلة، ومحمود عبد الرحيم جنش من نادي الزمالك، محمد أبو جبل من نادي سموحة، محمد حمدي من بيراميدز، أحمد أيمن منصور من بيراميدز، وإسلام جابر من الداخلية، وطاهر محمد طاهر من المقاولين العرب، بينما تم استبعاد عمرو السلية ومحمد هاني لعيبة النادي الأهلي بسبب الإصابة. كمان موقع سوبر كورة قال إن هيبدأ الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري النهاردة دراسة الخطة اللي هيواجه بيها تونس في اللقاء المقرر ليهم الجمعة اللي جاية في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019 في الكاميرون في ظل التحديات اللي بتواجه أبرزها طبعا بتواجه منتخبنا وأبرزها أكيد عدم جاهزية محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي اللي راجع مؤخرا من الإصابة واللي لحقت بيه في الفخذ الأمامي بالإضافة لحالة الإرهاق اللي بتسيطر على محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي. وكمان المدرب العام للمنتخب الوطني الأسباني تيتو غارسيا
ابتدى يدرس نقاط القوة والضعف المنتخب التونسي المقرر مواجهته في نهاية الأسبوع الجاري، وقدم الرجل الثاني في جهاز الفراعنة تقرير كامل للمكسيكي خافيير أجيري، حدد خلال التقرير ده الأمور الفنية بالكامل للفريق المنافس، وده عشان يقدروا يحددوا خطة المواجهة القادمة بإذن الله لتونس في يوم الجمعة القادمة على ملعب برج العرب. كمان الوطن سبورت قالت أن كشف مسؤولي اتحاد الكرة أن الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة خافيير أجيري طلب تأجيل مباراة مصر والإمارات الودية، واللي كان مقرر ليها أن هي تكون يوم 20 نوفمبر الجاري لشهر مارس اللي جاي ضمن الأجندة الدولية في هذا التوقيت. وقال كمان مسؤولين الجبلية أن أجيري طلب من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة هانيا بوريدا تأجيل لقاء الإمارات لارتباط عدد من اللعيبة الدوليين المحترفين وضرورة الالتحاق بأنديتهم قبل يوم 21 نوفمبر، إضافة لارتباط برضو النادي الأهلي بمباراة العودة مع الوصل الإماراتي يوم 22 في دور 16 لكاس زايد للأندية أبطال العرب، بالإضافة لإصابة عدد من لعيبة النادي الأهلي الدوليين في نهائي أفريقيا. كمان الفجر قالت أن أجرى الدكتور أشرف صبحي اتصال تليفوني بالسفير التونسي في القاهرة نجيب المنيف للإطمئنان على موعد وصول بعثة المنتخب التونسي للقاهرة لملاقاة المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، وتكلم الطرفين عن الاستعدادات لهذه المباراة. وأكد الدكتور أشرف صبحي بأنه حريص جدا على تقديم كل الدعم والرعاية للأشقاء التوانسة لأن هم في وطنهم التاني مصر، وأكد كمان أنه هيتم التعاون مع جميع الأجهزة والجهات المعنية في مصر لخروج هذه المباراة المهمة جماهيريا بشكل يعكس العلاقة الطيبة ما بين الشعبين والبلدين. وقال كمان وزير الشباب والرياضة بأنه أكد للسفير التونسي بأن أي جماهير هتحضر من تونس وراء منتخبها للقاهرة هتلاقي كل الترحيب والرعاية، واتفق الطرفين على استمرار الاتصالات ما بينهم، وكمان ناقش الطرفين تنفيذ الاتفاقيات اللي تمت بين وزارتي الشباب والرياضة وتفعيل سبل التعاون ما بينهم في مجالي الشباب والرياضة. كمان موقع فيتو قال ان اكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي ان اختيار رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد تاون قائد للمنتخب جه بسبب الاقدميه، وقال غريب ان رمضان صبحي كابتن المنتخب للشباب ولما تحول الاولمبي فمن الطبيعي ان هو برضه يرجع كقائد وكابتن للمنتخب، فهو عنده روح قياديه وبيعتبر ابن المنتخبات وهو لاعب وصل لمحافل كبيره في سن صغير. كمان موقع الشروق قال ان اعلن مجلس اداره نادي الاسماعيلي عن تعيين محمد وهبه مدرب عام للفريق بصلاحيات مدير الكوره في الجهاز الفني للدراويش بقياده البرازيلي جورفان فييرا. وفعلا مجلس إدارة نادي الإسماعيلي عملوا إجراءات من التغييرات في الجهاز الفني للفريق، وعلى رأسها إقالة جواو سيلفيانو محلل الأداء الفني. كمان صدى البلد قالت تواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي في التشكيل المثالي والمقدم من صحيفة دايلي ستار البريطانية للجولة الـ 12 من بطولة الدوري الانجليزي او البريمير ليج. وقاد محمد صلاح ليفربول امبارح لفوز ثمين على حساب فوهم بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت ما بينهم على ملعب الأنفيلد رود في الجولة الثانية أو الـ 12 عفوا من البريمير ليج، وتمكن الفرعون المصري من تسجيل هدف لريتس في الدقيقة 41 من عمر اللقاء، وده كان الهدف الأول. كمان وان فري قالت ان اكد رمضان صبحي نجم الكوره المصريه والمحترف دلوقتي في نادي هدرسفيلد تاون الانجليزي ان الاصابه سبب عدم ظهوره مع ناديه في مباريات الدوري لحد دلوقتي، وقال كمان ان هو بيحظى بالدعم من الجهاز الفني لفريقه وعندهم ثقه في امكانياته وفي قدراته. وقال كمان رمضان صبحي بان من فتره للتانية بيحرص ان هو يتواصل مع نجم منتخبنا الوطني الاول ولاعب ليفربول الانجليزي محمد صلاح، ودايما بيحرص ان هو يستشيره في العديد من المواقف، وقال ان محمد صلاح دايما بينصحه وبيوجهه وان هو بيكون حريص جدا على الاستفادة من نصايح محمد صلاح، خصوصا وان هي من نجم كبير جدا عنده شعبية كبيرة في انجلترا. كمان موقع سكاي نيوز قال ان قدرت رابطة الدوري الاسباني في الفوز في دعوة قضائية
ستجبر ريال مدريد على الالتزام بتعديل معين على قمصان الفريق خلال الموسم الحالي، وتجبر طبعا او تجبر الرابطه جميع الانديه في الدوري الاسباني على ارتداء ارقام واسماء موحده في ظهر القميص انطلاقا من الموسم الماضي، وده اللي رفضه النادي الملكي في بدايه الامر بحسب ما نشرت مجله سبورتس استردد. ووصل الامر لنزاع قضائي ما بين ريال مدريد ورابطه الدوري الاسباني، انتصر فيها في الاخر الرابطه بعد ما قررت المحكمه ان يتوجب على الملكي او ريال مدريد ارتداء الارقام والاسماء بتصميم لاليغا على ظهر اللعيبه، وقرر الدوري الاسباني استخدام الخط الموحد على قمصان الفريق في الدوري، وهي خطوه اتبعها الدوري الانجليزي الممتاز من التسعينات. كمان موقع اسال ان اعترف البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد البرتغالي على ان فريقه افتقد نجمه الفرنسي بول بوجبا لاعب الوسط المتميز في مباراة الديربي امبارح يوم الاحد قصاد جاره مانشستر سيتي. وقال كمان مورينيو لا شك افتقدنا بول بوجبا وفي هذه المباراة، وقد اجبرت على البدء بمروان فيلايني وكان الدفع به من البداية عامل اساسي في فشل خطتنا التي وضعناها لتحقيق نتيجة ايجابية على حامل اللقب. واوضح كمان البلجيكي فيلايني ليس جاهز بدنيا وفنيا للمشاركة على مدار 90 دقيقة، بذل مجهود كبير لكنه لم يكن في حالة جيدة. كمان موقع كورة قال ان البلجيكي ايرن هازارد نجم تشيلسي الانجليزي اكد ان هو لسه بيشعر بالارهاق من ساعة ما كان بيشارك في مونديال روسيا 2018 مع منتخب بلاده وحصوله على المركز الثالث في البطولة. قال هازارد في تصريحات لإذاعة توك سبورت: لا زلت أشعر بالإرهاق الشديد ولكني في وضع جيد للعب. وتابع: في الموسم الماضي تعرضت للإصابة على مستوى الكاحل مما فرض غيابي لمدة 3 أشهر، لذلك أنا في وضع جيد الآن. عندما تكون سعيد في الملعب يمكنك أن تجرب بعض الأشياء ولكني فقط أستمتع بنفسي. دلوقتي بقى هنطلع لفاصل سريع ونرجع معاكم ونستعرض معاكم أهم اللي اتقال في السوشيال ميديا الرياضية سواء محليا أو عالميا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقرة السوشيال ميديا اللي هنتابع فيها أهم اللي حصل على الساحة الرياضية من امبارح لحد النهاردة سواء عالميا أو محليا. ونبتدي بمحمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي، واللي نشر على تويتر صورة من مباراة امبارح قدام بورسسبور في الدوري التركي واللي انتهى بفوز قاسم باشا 2-1، وأحرز تريزيجيه هدف وكتب: لا تنتظر الفرصة، اصنعها لنفسك. كمان في البريمير ليج قدر ليفربول ان هو يفوز امبارح على فولهام 2-0، وبعد المباراه نشر فينالدون لاعب الريتس واللي كان طبعا عيد ميلاده امبارح صوره ليه من المباراه على تويتر وكتب: مباراة أخرى صعبة على ملعبنا، الآن حان الوقت للاحتفال بعيد ميلادي وشكرا على دعمكم وبالطبع على كل أمنيات عيد ميلادي الجميلة. كمان نشر فابينيو لاعب ليفربول الانجليزي صوره لي من المباراه على تويتر وكتب: فوز اخر اليوم، احسنتم يا فتيان. برضو نشر روبرتسون صوره على تويتر وكتب: رد فعل رائع من اللاعبين، فوز مهم قبل فتره التوقف الدولي. نشر مينيولي حارس مرمى ريتس صوره على تويتر وكتب: نتيجة رائعة أخرى، أداء جيد من اللاعبين، نراكم بعد فترة التوقف الدولي. كمان من فوز ليفربول نروح بقى لديربي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، واللي قدر السيتي فيه إن هو يحسمه لصالحه بنتيجة 3-1. نشر سيرخيو أجويرو نجم السيتي واللي أحرز الهدف الثاني صور على تويتر بعد المباراة وكتب: الفوز بالديربي يملأنا بالفخر بأداء جماعي رائع وفي حضور مشجعين الذين ملأوا المدرجات، دعونا نحتفل وبينما قد يكون شعوري رماديا الآن فإن مانشستر زرقاء. كمان نشر برناردو سوفا لاعب السيتي صورة على تويتر من المباراة وكتب: يا لها من مباراة، دعم رائع من جمهورنا. كمان نشر لروي ساني لاعب السيتي صورة على الانستغرام من ديربي وكتب: 100 مباراة مع مانشستر سيتي.
كمان البلجيكي ارن هازارد نجم تشيلسي الانجليزي نشر صوره على الانستغرام لمباراه البلوز امبارح مع ايفرتون واللي انتهت بالتعادل السلبي، وكتب: لم نكن محظوظين بالامس، اشكركم يا اصدقائي على دعمكم واراكم في بلجيكا. في الدوري الاسباني بقى، فاز ريال مدريد على سوتوفيجو 4-2، ونشر راموس قائد ريال مدريد واللي احرز الهدف الثالث صوره على تويتر من المباراه وكتب: فوز عظيم، نتغلب على الصعوبات ونستعيد الثقة بالعمل سويا. كمان كورتوا حارس مرمى ريال مدريد فنشر صورة على صفحته على انستغرام وعلق عليها وقال: سعيد جدا بالفوز وبالمباراة الرائعة. كمان نشر جاريت بيل على تويتر صورة من المباراة وكتب: فوز رائع آخر الليلة أحسنتم. برضو علق توني كروس على تحسن أداء ونتائج ريال مدريد في نوفمبر ونشر صورة على تويتر وكتب: نوفمبر يبدو أفضل من أكتوبر حتى الآن. كريم بنزيما واللي أحرز الهدف الأول نشر صورة على تويتر من احتفاله بالهدف وعلق وقال: مباراة رائعة من الفريق بأكمله. كمان احتفل لوكس فاسكيز بالفوز ونشر صورة على تويتر وكتب: فخور بما قام به الجميع. نشر لوكا مودريتش على الانستغرام صورة لي من المباراة وكتب: برافو ريال مدريد، انتصار عظيم. برشلونة كمان الوضع بقى كان مختلف لان برشلونه تعرض لهزيمه من ريال بيتيس 4-3، ونشر ارتورو فيدال لاعب البارسا صوره من المباراه على تويتر وكتب: دائما معا لمواصله القتال والعمل بجد اكثر من اي وقت مضى. نروح بقى لايطاليا وبالتحديد لفريق يوفنتوس اللي فاز امبارح على اي سي ميلان 2-0، ونشر الاجري المدير الفني للفريق صوره لي على تويتر وكتب: كان هدفنا عدم تكرار أخطاء المباريات الأخيرة أكثر من الثلاث نقاط، لهذا ينبغي أن نثني على اللاعبين وهو ما يجعلني أقضي عطلة هادئة. كمان نشر ماريو ماندركيتش لاعب يوفنتوس صورة على تويتر من المباراة وكتب: أشعر بالارتياح للعودة مرة أخرى لأرض الملعب، بل إنه أفضل عندما تفوز بمباراة كبيرة. أما في فرنسا فباريس سان جيرمان حقق الفوز رقم 13 لي على التوالي في الدوري الفرنسي على موناكو 4-0، نشر الصفحة الرسمية للفريق على الانستغرام صورة من المباراة وكتبت: سلسلة الفوز تتواصل، الفوز 13 على التوالي. كمان نشر بوفون حارس مرمى باريس سان جيرمان صورة على تويتر وكتب: المغامرة مستمرة بموقف صحيح وطموح مناسب. أخيرا نشرت صفحة بلاتشر فوتبول على الانستغرام صورة للمنتخب الكرواتي وكتبت: في مثل هذا اليوم تأهل منتخب كرواتيا لكأس العالم وبدأت الرحلة التاريخية. طبعا منتخب كرواتيا قدم في بطولة كأس العالم الأخيرة يعني بطولة أو مباريات رائعة ووصل بها لنهائي كأس العالم، ولكن طبعا فرنسا هي اللي قدرت إنها تنتزع اللقب. مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نستقبل ضيفنا النهاردة أستاذ محمود باهر ناقد الرياضي في الشروق. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ونورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ محمد باهي ناقد الرياضي في الشروق. مساء الخير عليكم ومنورنا. مساء النور. مساء النور. طبعا عايزين نتكلم عن حاجات كتير قوي النهارده، بس اكيد هيكون اهمها مباراه الاهلي والترجي التونسي يوم الجمعه اللي فاتت على ملعب رودس. انت كنت موجود في المباراه دي، كنت شاهد عين على كل اللي حصل هناك، على كل الاجواء سواء بايجابياتها او بسلبياتها. فخلينا الاول نروح نتكلم عن اللقاء وعن الاجواء بالتحديد في البداية. والله في البداية أول ما طيارت الصحفيين وبرضو كان عليها مجموعة مشجعين وصلت المطار قرطاج، كان رسالة السفير المصري في تونس كانت واضحة جدا، كان في التحذيرات واضحة: يا جماعة محدش يمشي في الشوارع العادية ولابس تيشيرت عليه شعار الأهلي، حاولوا تلبسوا جاكيت أو أي حاجة، للجو كان هناك مشحون. وحذر كذا مرة وقال حتى بلاش هتافات، بلاش حد يطلع مثلا علم الأهلي من الأتوبيس باص الصحفيين أو المشجعين، عشان ما نعرضش على نفسنا. سلامة الصحفيين والمشجعين. اه بالظبط كده. والدنيا بصراحة كانت من المطار للفندق الإقامة كان لحد ما الدنيا كويسة جدا، الطرق ما فيهاش أي مشكلة خالص. حتى مع تحرك يعني حفلة الصحفيين مع باص النادي الأهلي والسيارة بتاعت كابتن محمود الخطيب، الدنيا كانت تحس إن هو موكب رئاسي،
مش موكب فريق، لا كان الشوارع الرئيسيه في تونس مخلاه تماما من اي مرور، لدرجه ان احنا فضلنا ماشيين فيه بيبقى فيه شوارع جانبيه جايه بتبقى واقفه كانه موكب رئاسي بالظبط. الطريق للملعب كان حوالي مثلا 40 ل 45 دقيقه، ما كانش فيه اي مشكله خالص، لدرجه ان في مفرق كده كوبري مثلا بيعديكي البحر كان على الباص بتاع نادي الترجي واقف، وقفوه عشان الموكب بتاع النادي الاهلي يعدي الاول وبعد كده الترجي وراه. الدنيا كانت ماشيه كويسه جدا جدا لغايه الملعب. عند الملعب بقى حصلت كده مناوشات شحن كبير جدا، بدانا بقى ايه الاختلاط بالجماهير طبعا اشارات. ليه ما كانش في تقسيم للجماهير المصريه؟ وطبعا هم كان عددهم قليل، او جماهير النادي الاهلي لوحدهم او كانوا متامنين جوه المدرجات، وفرق ما بينهم وبين جماهير الترجي التونسي طبعا يعني كان واضح جدا ان كان في حاله من الشحن المسبق قبل اللقاء يعني. بالظبط، هو بس هو المكان المخصص للجماهير الاهلي كان مؤمن تماما بصراحه، يعني هو كان مكان بعيد جدا اللي هو المدرجات العلويه اللي هي جماهير الاهلي فوق الترجي والمدرج بالكامل مخلى تماما. فكان التامين بالنسبه لموضع جماهير جوه الملعب ما كانش فيه اي مشكله خالص تماما. صحيح. المشكله لم بمجرد ما الحافلات وصلت سواء يعني حافله الاهلي او الصحفيين او الجماهير، من ساعه ما نزلتوا من الاوتوبيس لغايه ما دخلتوا او وصلتوا للمكان لغايه اللي بنوار الملعب اول ما دخلنا محيط الملعب. دلوقتي بقينا بقى لقينا الجمهور متداخل طبعا، حدف طوب لدرجه ناس عايزه بتزق الاوتوبيس عايزه بتهزه عايزه مثلا توقعه. سمعنا طبعا عن اصابه هشام محمد، كمان غرز في وشه، يعني حتى دخول الصحفيين كان في مشكله نسبيه شويه، عايزين يحطونا مع الجماهير طبعا عشان تروح مع الجماهير في مدرج عالي مش هتقدر تغطي المؤتمر الصحفي ولا تعمل اي نشاط او تراسل الصحف بتاعتك. ف كان نائب السفير المصري في تونس كان عامل معانا مجهود جبار جدا بصراحه. صحيح. الراجل خدم بعثه الصحفيين بشكل كبير جدا، الراجل كان ما بخلش علينا باي مجهود، بالعكس ده كمان دخل في مناوشات مع الامن التونسي ووصلت للاعتداء بالايد، وكانت هتقوم يعني مشاكل كتيره جدا لولا برضو تدخل الدنيا والدنيا هديت. يعني هو الراجل قال له انا نائب سفير انت بتزقني وبتضربني، فطبعا كانت المشاكل كبيره جدا. وكان الكلام فيما معناه ردا على اللي احنا شفناه في برج العرب، طب احنا الناس ما يعني ملهاش اي ذنب، احنا عايزين ده من رجال الامن اللي هناك. بالظبط كده، بالظبط، يعني مناوشات وصلت للمرحله اللي هي تراشق بين بلدي. هو ايه اللي حصل لهم في برج العرب؟ تصريحات انا يعني على حد سمعي اللي حصل ان مشجعين الترجي التونسي في برج العرب ابتدوا ان هم يبوظوا ويعملوا تلفيات في الاستاد. لا ده ما حصلش من يعني من جماهير النادي الاهلي، بالعكس خالص خالص. الكلام كله ان هو ده ردا على المعامله اللي شافتها بعثه الترجي في برج العرب بناء على التصريحات اللي قالها معين الشعباني المدير الفني للترجي. فكانت خلقت حاله من الشحن حتى بين اعضاء الامن اللي بيامنوا المباراه. يعني هو تصريحاته كانت ان بيتم تفتيشهم او قعدوا نص ساعه بيتفتشوا. هي دي المعامله السيئه بالنسبه لهم؟ لا، هو شايفين ان هم في حصلت اهانه وحصلت اعتداءات حسب ما بيقال هناك في الاعلام التونسي، لكن انا شايف الدنيا كانت هناك مشحونه، حتى مش جماهير بس لا وكمان بعض. نرجع تاني ونقول ان كل مسؤول لازم يتقي ربنا في كل كلمه بيطلعها من بقه، لانه بينحاز وراه مجموعه كبيره جدا من الناس، فلو هو هيضلهم فهيضل وراه كتير قوي. ما ده اللي قاله كابتن محمد يوسف في المؤتمر الصحفي، قال اذا كان انت قلت وحصل كذا 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 في برج العرب بقى، ما اللي احنا شفناه هنا ايه؟ حتى الزملاء المصورين برضو تعرضوا لاعتداءات من الامن التونسي. صحيح. قبل دخولهم الملعب. صحيح. بعثه الصحفيين وصلت الملعب او دخلت الملعب بالفعل ومع قبل صفاره الحكم بدقائق، اللي هي صور التذكاريه للفريقين ودخولهم الملعب، قعدنا ساعه بره كامله تعسف مش عارف ايه سببه بصراحه. حتى لما دخلنا مقصوره الصحفيين المقصوره كلها جماهير، المقصوره كلها جماهير، احنا مش شايفين اي اعضاء امن خالص، يعني ممكن تلاقي واحد في وسط 100، يعني لدرجه ان احنا عشان نخش احنا بنشاور بالاي دي بتاعنا، يا جماعه دخلونا احنا صحفيين احنا واقفين على السلم. حصلت مواقف حتى كوميديه مع احد زملائنا، الجماهير التونسيه منعته انه يدخل دوره الميه بين الشوطين، طبعا ده يعني حاجات كوميديه تضحك، يعني حاجات كوميديه تضحك جدا. في المباراه مع كل هدف يخش الترجي نلاقي مثلا ناس بتنط من المدرج وداخله بتحتفل في وسط الملعب، فكانت الدنيا يعني في يعني ارتباكات كتيره جدا مش مفهومه. حتى كان يعني يرافقني يعني في الكرسي المجاور ليا يعني مشجع، انا شكيته مشجع لكن لا طلع هو ضابط مباحث تونسي، يقول لا احنا السنه دي الترجي لازم ياخد البطوله باي شكل، الترجي لازم ياخد البطوله باي شكل، لان البلد عندهم هناك محتاجه انتصار كروي يمتص بعض المشاكل اللي عندهم في تونس. فكانت حاله التحفز واضحه من الجميع من الجميع، دي اثرت طبعا في الملعب، اثرت في التجهيزات بالفرقه،
طبعا كابتن محمد يوسف اشتكى برضو من بعض المضايقات اللي حصلت. فطبعا كانت النتيجه يعني كويسه. احنا نقول ايه يعني لو على خساره اللقب وانك تكسب الارواح، لا ده مش مشكله يعني، الارقام ياما هتيجي. بس ان في فعلا الصحفيين بالفعل تعرضوا لاعتداءات. لا مش اعتداءات يعني حضرتك، مضايقات. مضايقات اللي اتعرض لاعتداءات المصورين. مصورين؟ المصورين. ليه؟ المصورين هم بيخشوا بنوار الملعب تحت، بينزلوا ارض الملعب تحت، طبعا مضايقات. ولا انتوا مصريين برضو نفس النغمه، شوفوا ايه اللي حصل في برج العرب. حتى في قاعه المؤتمر الصحفي في جمهور، كابتن محمد يوسف مثلا مع اول تصريح ليه في المؤتمر الصحفي، نلاقي ناس بتتهكم ورانا، مفيش اي سيطره خالص على الوضع. اذا كانوا احنا هنا بنشتكي مثلا من بعض مثلا التجديد، لا هناك كان في حاله تسيب عامه في كل حته في الملعب. طيب انت تنصح ايه بقى يعني؟ انا احنا شفنا يعني الكلام ده، وانت طلعت قلت انا اتضايقت هناك، وغيرك 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 من صحفيين ومصورين ومشجعين مصريين كانوا موجودين هناك في تونس عشان يحضروا مباراه الاهلي والترجي التونسي. انت تقول ايه بقى للجمهور المصري؟ احنا هنا طبعا عندنا مباراه مهمه ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه قصاد منتخب تونس، اكيد هيكون في مشجعين توانسه موجودين هنا في مصر. تتوجه بقى ايه للجمهور المصري؟ يستقبل ازاي الجمهور التونسي؟ لا هي خلاص، هي احداث مباراه الاهلي وترجي عدت حلوه ومره. طبعا هم دلوقتي دول على الناس جايين عندنا ضيوف، لازم نحطهم فوق. بالظبط كده، احنا برضو اعتدنا ان احنا كجماهير مصريه ما عندناش اي مشكله مع ضيوفنا خالص يعني. الا اذا مثلا حصل بعض المناوشات، ودي ما حصلت قبل كده، بتحصل في اي حته في العالم، بتبقى في مثلا احداث مباراه، في توتر، في مثلا منافسه جديده، في حساسيه، في كل حاجه. لكن اعتقد المباراه القادمه بين مصر وتونس ما فيهاش الحساسيه اللي كانت بين الاهلي والترجي. الاهلي والترجي نهائي، وفريق كسبان 3-1، وفريق عايز ياكد مثلا فوزه وتتويجه بالبطوله، وفريق تاني عايز يسعى للتعويض مع شحن جماهيري. لكن مباراه مصر وتونس هي يعني شبه تحصيل حاصل، لان الفريقين ضمنوا بالفعل ان هم يصعدوا لكاس امم افريقيا 2019، لكن هيكون مجرد ايه، فوز لضمان الصداره مش اكتر. حتى لو فيها حساسيه يعني، ايه المشكله لما نكون متحضرين، نتعامل مع بعض بطريقه احسن، نوري الناس قد ايه احنا في بينا عروبه، في بينا يعني احنا عرب، احنا افارقه زي بعض يعني. ليه بيحصل حتى كده؟ هنا في مباراه الاهلي وترجي برج العرب ما كانش في مضايقات بين الجماهير يعني الجمهورين ما اشتبكوش مع بعض خالص، ما حصلش اي مشكله. هي كانت المشكله تصريحات كابتن معين الشعباني هي اللي الهبت الدنيا او وترت الدنيا، فاعتقد دي كان ليها اثر على الشحن الكبير جدا. والراجل في تونس هناك كان بيتكلم بمنتهى الهدوء، احنا شفنا تصريحاته هنا في برج العرب كان فيها توتر شديد جدا. صحيح. ما كانش يعني فيها قدر من الحكمه او الخبره ان هو يتعامل مع الموقف. حتى لو حصلت مضايقات كده، انت ممكن تصعد الامر مثلا بشكل ما في زي ما نقول في الغرف المغلقه، لكن مش تصريح للعالم كده ان احنا تعرضنا. لان هينساق وراك ناس كتير قوي، وانت اللي هتشيل ذنبهم. بالظبط كده. وطبعا الحمد لله زي ما بنقول ان هي كان برضو في تحذيرات هنا من القاهره، يا جماعه برضو نلتزم درجات ضبط النفس وكل حاجه. جمهور الاهلي ما اخطاش في اي حاجه خالص، لا الجمهور كان رايح يشجع، ما مش اي مشكله. وانا بتمنى الصراحه من جماهير الكره المصريه لما يكون في حضور جماهيري لمنتخب تونس، يا جماعه هو ده الرد اللي انتوا تردوا تقولوا احنا احسن، واحنا بنعاملكم افضل ما انتوا عملتونا، وانتوا على راسنا هنا، انتوا ضيوفنا. بالظبط. ده رايي. طيب نرجع نتكلم بقى فنيا عن لقاء النادي الاهلي والترجي التونسي، بعيدا بقى عن الاجواء المشحونه دي والسلبيات اللي احنا استعرضناها دلوقتي معاك. ايه الاسباب من وجهه نظرك اللي خلت النادي الاهلي يبان بالشكل ده في اللقاء اللي فات؟ والله نقدر نقول ان كانت مباراه مفتوحه على كل الاحتمالات. طبعا نجاح الترجي ان هو يسجل هدف في مرمى الاهلي هنا في القاهره كان طبعا ادى قدر من الامل الكبير للنادي الترجي انك تكسب 2-0 في وسط ملعبك. بس ما كانش الامل القوي يعني النتيجه لو كان فيها امل فكان الامل اكيد لصالحنا احنا مش لصالح الترجي. بالظبط. لا وكمان غير كده المستوى متقارب، لكن في نفس الوقت النواقص عند النادي الاهلي او الغيابات عند النادي الاهلي مؤثره جدا. احنا بنتكلم مثلا النادي الاهلي بدا البطوله بتشكيله معينه، التشكيله دي فقدت 5 عناصر رئيسيه. صحيح صحيح يعني طبعا. احمد فتحي باك يمين، معلول باك شمال، عندنا ازارو مثلا راس الحربه صريح، صناع الالعاب الاثنين عبد الله السعيد رحل عن النادي الاهلي، اجاي مصاب، فانت 5 لعيبه من التشكيل الاساسي طبعا بيأثر. ده زمان كانوا الناس مثلا يبقى غايب عندهم لاعب يقول احنا غايب عندنا النهارده صناع الالعاب، ودي نتيجه سلبيه سببها غيابه ومش عارف. احنا عندنا 5 لعيبه من القوام الاساسي للفريق مش موجودين. احنا لو شفنا في كل الانديه العالميه، لو مثلا برشلونه، ريال مدريد، مانشستر، هنلاقي كل فريق محافظ على القوام. مثلا الفرقه دي بتلعب مع بعض 3-4-5 سنين مع بعض ثابته. احنا مثلا لما شفنا السنه دي لما ريال مدريد فقد كريستيانو رونالدو برحيله اليوفنتوس، الدنيا اتأثرت. مثلا على ريال مدريد صحيح غاب عنه
عنده كريستيانو رونالدو وشوف تخيل بقى ان خمس لعيبه من القوام مره واحده مش موجودين صح. زائد العناصر اللي عوضتهم برده مش بالخبره الكافيه ومش بنفس الاداء مش بنقلل امكانياتهم الفنيه لا امكانياتهم الفنيه كويسه وكل حاجه بس ان هم يوصلوا للفورمه اللي هو وصل لهم اللي وصلت للمجموعه اللي قبلها محتاجه وقت طبعا انت مش الوقت ده انت الدنيا ضيقه او الوقت ضيق في وقت نهائي افريقيا انت مش محتاج انك تجرب مش محتاج انك تصبر فدي اعتقد من ضمن الحاجات اللي اثرت ان كان في بعض عناصر الخبره المفقوده في الملعب ما كانش في غير وليد سليمان بس وعنصر الخبره صحيح. والباقيين لعيبه ممكن تكون اول مره تلعب قصاد الحشد الجماهيري ده وفي الاجواء دي وكان مؤثر عليهم جدا يعني كان كلام فوق مثلا 50,000 متفرج صحيح. وتشجيع جنوني وهستيري 90 دقيقه ما بيبطلش من اول دقيقه لاخر من دقيقه من اول دقيقه لاخر دقيقه وفي الاحماء كمان صحيح. فتشجيع جنوني طبعا ده مش متعودين هنا عليه مثلا في مصر او بعض اللعيبه مش متعوده عليه صحيح. لكن كان عنصر الخبره مثلا او حتى موجود 2 3 مثلا زي احمد فتحي ومعلول اعتقد كانت الفرقه مسكت نفسها شويه عن كده احنا هنا فين وفين لما بنقابل جمهورنا بالظبط كده صحيح طيب خليني اسالك بعد اللقاء ده سمعنا كلام كتير جدا من كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والكلام ده بما معناه ان هيكون في تغيير كبير جدا في منظومه كره القدم في النادي الاهلي هيكون في انتقالات يناير القادمه هيكون فيها مفاجات وكمان الانتقالات الصيفيه القادمه هيكون فيها مفاجات هيكون في عيار صفقات من العيار السوبر زي ما بيقولوا هيكون في اختلاف هيكون في كل ده هيتحدد ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي هيكون في اجتماع ما بين مجلس اداره النادي الاهلي والجهاز الفني والاداري وكمان كابتن محمود الخطيب طلب من الجهاز الاداري والفني والطبي تقديم تقارير شامله ووافيه عن كل لاعب في النادي الاهلي عشان يقدروا يقفوا ويحطوا ايديهم فين المشاكل اللي عندنا اللي محتاجين نغيره اللي لازم يحصل في الفتره اللي جايه احنا عندنا لسه دوري عندنا كاس عندنا بطوله كاس زايد للانديه العرب عندنا داخلين على مرحله كبيره داخلين طبعا في كمان منافسات دوري ابطال افريقيا يمكن شهر 12 اللي جاي هنبتديها هتبتدي في شهر 12 تخلص في شهر 6 تقريبا او 5 يعني عندنا مرحلة مقبلة مليانة مفعمة بالبطولات فكان لازم يكون في وقفة تغيير وكان لازم يكون طبعا تفتكر الخسارة دي هي اللي كانت زي جرس الإنذار للتغيير ويعني الشقلبة اللي هتحصل في جهاز الكرة في النادي الأهلي بس لازم نشير ان تصريحات كابتن محمود الخطيب أشارت لحاجة مهمة جدا جدا ان كان في حالة من الفرحة المبالغ فيها بعد مباراة الذهاب صحيح ودي لو تسربت للجهاز الفني او اللاعبين هو اشار ليها بشكل عام ما حددش ان بقى في كان في حالة من الفرحة المبالغ فيها ان البطولة خلاص ضمناها بعد الفوز 3-1 في الذهاب صحيح كنادي الاهلي هل الحالة دي مثلا من الجماهير هنقول مقبولة الجمهور بيتفائل لكن تبقى الأزمة الكبيرة لو الحالة دي تسربت للجهاز الفني او اللاعبين هتبقى دي مشكلة كبيرة جدا بالعكس كان كلام كابتن محمد يوسف الفترة اللي فاتت دي كلها والتصريحات اللي طالعة منه يا جماعة الماتش اللي جاي هو البطولة الماتش النهائي هو البطولة في رادس مش عايز اسمع نغمة كابين علي في رادس مش عايز اسمع كلمة احنا رادس ده ملعبنا مش عايز دخول بقى في التاريخ واحنا في سنة كام عملنا ايه وفي سنة كام عملنا ايه والتصريحات دي حتى التاريخ مش هو اللي هيجيب المستقبل أيوة. كان في كلام كتير جدا واضح كمان ان هم كانوا على وعي ودراية بأهمية اللقاء ده بس اللي حصل ده بالظبط هو بالظبط يعني تصريحات كابتن محمد يوسف دي حتى كانت قبل مباراة الذهاب ان احنا خلاص ننسى ان الاهلي ملعبه في رادس والكلام ده كله وكل ما يصار في الاعلام او كل ما يتردد في الاعلام فكان في حاله ممكن تكون من الثقه الزايده ممكن تكون مثلا كان رسم سيناريو معين قد يكون تسرب للجماهير ده امر طبيعي الاعلام برضه بدا ان هو يحفز بروح معنويه او بروح ايجابيه لكن كانت تبقى مشكله كبيره لو فعلا اتنقلت للاعبين طبعا الفتره اللي جايه محتاجه تغيير شامل الفرقه فيها نواقص كتيره جدا الفرقه محتاجه دعم كبير جدا فتره انتقالات الصيفيه للاهلي ما استفادش بيها بشكل كبير مين اللاعب الوحيد اللي فرض نفسه من بدايه انضمامه كان سليف كوليبالي لكن بقيه اللعيبه اللي انضمت مطلع الموسم اللي احنا شغالين فيه ده الاهلي ما استفادش منها الانتقالات الشتويه القادمه شهر يناير كلها شهرين ونبتدي في الانتقالات يمكن اقل كمان من شهرين شايف النادي الاهلي محتاج يدعم انهي مراكز بالاخص يعني بعينها بالاخص طبعا طرفين الملعب الباك اليمين والباك الشمال وضحت جدا بعد اصابه احمد فتحي في مشكله كبيره اصاب محمد هاني كان مين اللي بينزل كريم نيدفيد اللي هو بقى له فتره كبيره جدا بعيد عن الملاعب والبديل الثالث باسم علي برضو فتره من الاصابات الطويله جدا الناحيه الثانيه برضو الباك الشمال بقى برضو مع اصابه علي معلول ايمن اشرف برضو ما سدش الثغره بالشكل المطلوب صبري رحيل برضو بعيد عن الصوره بشكل كبير فاذا طرفين الملعب دول حاجه ماسه جدا جدا للنادي الاهلي كذلك راس الحربة برضو مع غياب ازارو بنلاقي ان الجاب كبير جدا بينه وبين اللي بيلعب برضو محتاج ياخد
فرصة حقيقية يثبت فيها نفسه، محتاج ان هو يلعب اكتر، محتاج ان هو ينسجم اكتر مع الفريق؟ ما هو محتاج فرصة، يعني محتاج وقت. وما ينفعش انا ادي لعيب فرصة في نهائي افريقيا، ما ينفعش. يعني هو تدريجيا برضو في مسؤولية على الجهاز الفني في التعامل مع بعض اللاعبين، بالاخص اللي عليهم امال كبيرة زي صلاح محسن، زي ناصر ماهر، زي احمد حمدي، زي مستقبلا صالح جمعه. المفروض اللعيبه المدير الفني عليه دور كبير جدا مع الرباعي ده بالتحديد، لان الرباعي ده معقود عليه امال كبيره جدا، لعيبه مواهب كويسه، امكانيات فنيه الفريق محتاجها، لكن هي محتاجه نوع من التقويم، محتاجه نوع من الاحتواء. بس في نفس الوقت اللعيبه دي مش هينفع هي اللي تقود من غير عناصر خبره. عناصر خبره برضو مطلوبه في اي فريق. انت مش هينفع تبدا، يعني مش هينفع تبني فريق جديد بدون عناصر خبره. عناصر خبره دي متمثله في حسام عاشور، احمد فتحي، فالعناصر الخبره نفسها منهكه برضو من ضغط المباريات. شفنا اصابات مؤثره لاحمد فتحي قبل النهائي الافريقي، شفنا برضو اصابه علي معلول، حسام عاشور وعمرو السولية برضو كان راجع من اصابه طويله واصيب مره تانية. فاعتقد ان هي الرباعي ده بالتحديد هيكون عليه مسؤوليه كبيره جدا جدا اذا الفريق استفاد بيه، لكن المسؤوليه الاكبر هتقع على المدير الفني او الجهاز الفني، وازاي يقوم اللعيبه دي ويحتويهم ويديهم رساله انكم لعيبه مهمه، لعيبه مهمه، حافظوا بقى على سلوكياتكم بره الملعب، لان اللعيب مش جوه الملعب بس، اللعيب بره الملعب، يعني اللعيب في التدريب. حتى صالح جمعه نفسه قال انا فعلا اقتنعت ان الموهبه وحدها مش كفايه، لازم نكون اكثر انضباطا واكثر التزاما واكثر يعني جديه في التدريبات والتركيز والكلام ده كله، وابعد عن اي مشاكل بره الملعب. فاعتقد ان الرباعي ده دوره هيكون مهم جدا 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 مع العناصر اللي هتضاف للفريق في يناير اللي جاي. طيب عندنا خبر جه من شويه بيتكلم عن ميعاد اول ظهور لنادي الاهلي في الدوري المصري الممتاز بعد ما خرج طبعا من البطوله الافريقيه. بيقول الخبر ان حددت لجنه المسابقات في اتحاد الكوره برئاسه عامر حسين 1 ديسمبر اللي جاي ميعاد لاول لقاء لنادي الاهلي في الدوري المصري الممتاز، وحطت لجنه المسابقات النادي الاهلي في مواجهه المقاولين العرب يوم 1 ديسمبر اللي جاي على استاد السلام في الاسبوع ال 16 من الدوري المصري الممتاز. تم تأجيل مباراة الأهلي قصاد سموحة في الأسبوع ال 15، وده طبعا بسبب ارتباط النادي الأهلي بمواجهة الوصل الإماراتي اللي هتكون في دبي إن شاء الله يوم 22 نوفمبر اللي جاي. وبالمناسبة الداخلية دلوقتي خسرت قصاد المقاولين العرب بهدفين للا شيء، فاز المقاولين العرب على الداخلية بهدفين لا شيء. نرجع تاني لكلامنا، وكنا بنتكلم عن التدعيمات اللي محتاجها النادي الأهلي. طب خليني أسألك كده، لو أنت ليك رأي في الموضوع، تختار مين من الدوري المصري للنادي الأهلي دعم بيه في يناير القادم، ومين هتختاره يكون أجنبي؟ لو إن احنا عندنا يمكن ثلاث أجانب عندنا محتاجين، يمكن عندنا مكان فاضل لأجنبي واحد في النادي الأهلي. والله العناصر المحلية المميزة مش كتيرة قوي. يعني برضو يعني خلينا في الصورة، يمكن العناصر الأجنبية اللي في كل فريق، يعني مثلا بنشوف في باولين فوافي في المقاصة لعيب مميز جدا. بنشوف برضو في عناصر تانية مثلا زي طاهر محمد، طاهر ده يمكن من اكتر عناصر مميزه. بس انا شايفه ان المقاولين العرب متمسكه جدا ببقائه جوه المقاولين العرب. هو طبيعي ما فيش فريق هيسيب لعيب في منتصف الموسم، خصوصا الدور الثاني بيكون اصعب واقوى. صحيح. مع يعني شده صراع المنافسه على الهبوط وصراع النقطه والكلام ده كله، فصعب ان هو يسيب لعيب في وسط الموسم. دي نقطه. نقطه ثانيه برضو، انا بفضل دايما ان اللعيب اللي يجي في نهايه الموسم، ليه؟ هو بيبتدي فتره اعداد جديده. لو جه في نص الموسم يا عالم الدنيا هتبقى ماشيه ازاي، ممكن يكون الفريق ماشي بشكل كويس فتجيب اللعيب وتركنه، فمش هتقدر تستفيد بيه بشكل كبير. الا بقى لو هتجيب لعيب مثلا سوبر يجي يخش على الفرقه على طول. صحيح. فمش هيبقى محتاج. لكن برضه لازم نشير ان طاهر محمد طاهر عنصر لسه شاب صغير. صحيح. برضه هيحتاج من الخبره ويحتاج من الوقت ان ينسجم مع اجواء النادي الاهلي واجواء الضغط، يعني عشان انت ما تجيبش لعيب صغير وتحرقه في ضغط المنافسه. هتلاقي ممكن مثلا بتخسره بعد مباراتين ثلاثه مثلا، لو ما سجلش يقول لك اهو اللعيب الفلاني اللي الاهلي جابه ما استفادش بيه الفريق، او يبتدي بقى الاحصائيات جاب كام جون ولعب كام مباراه والكلام ده كله. فالدنيا لازم تكون مقننه بشكل كويس. في مثلا باهر المحمدي عنصر كويس جدا في منتخب مصر. فالعناصر المحليه المتوفره في الدوري مش بالقوه الكافيه. مثلا في شيمل سبيكلي في بتروجيت صنع العاب مميز. صحيح. جدا، والنادي الاهلي محتاج صنع العاب. لان برضو الدنيا مش هتمشي كلها على وليد سليمان. برضو وليد سليمان لازم نحطه في الحسبان ان هو راجل عنده 33 سنه 34 سنه. يعني اذا يعني قدم للفريق عطاء
هيقدم سنتين ثلاثة بالكتير قوي، لازم تبني بقى مثلا 5 6 7 سنين قدام. وبرده شفنا وليد سليمان في مباراة الترجي ما كانش فيه المعاولة الكافية ليه، الراجل كان يعني مش هنعتمد على وليد سليمان على طول، الفرقة مش هتعتمد على وليد سليمان بشكل دائم، لازم يكون فيه عنصر واثنين وثلاثة. عشان كده بنقول ان ناصر ماهر دوره هيبقى مؤثر جدا. صحيح. ان احمد حمدي دوره مؤثر جدا، بس لازم تقويم. الاهلي عنده عناصر مميزة بس محتاجة مدير فني قوي قوي الشخصية، يبين لهم اهميتهم في الفريق، وفي نفس الوقت يبقى الدفع بيهم تدريجي. لازم عناصر الخبرة تكون نحافظ عليها. لكن الدوري المصري احنا لو شفنا حتى خيارات المنتخب المصري ما يعني ما فيهاش تنوع كتير. صحيح. ما فيهاش تنوع كتير، هتلاقي نفس الاسماء هي هي، وفي كلام مثلا ليه وليد سليمان ما بينضمش، ليه مثلا محمود علاء في الزمالك. لكن هات مثلا لعيب في الدوري المصري عامل طفرة، مش هنلاقي برضو لعيب اللي هو المميز قوي يعني. صحيح. طيب سمعت تصريحات صالح جمعه من يومين، او يمكن هي من يومين بالظبط، وهو بيتكلم قال ادوني ربع فرصه بس وانا اثبت لكم ان انا جدير ان اكون موجود في النادي الاهلي. شفت التصريحات دي ازاي؟ والله هو شفت التصريحات دي استغلال لموقف النادي الاهلي. النادي الاهلي فعلا محتاج صانع العاب. صالح جمعه قال ان عبد الله السعيد كان هو محتكر منصب صانع العاب في الفتره اللي هو كان موجود فيها. صحيح. وده كان دلوقتي رحل. دلوقتي الفريق محتاج صانع العاب. صالح جمعه لعيب صغير 25 سنه. فهو شايف ان اللي انا ايه لما هرجع هثبت دوري او هيكون ليا مشاركه، هيكون فرصتي ان انا العب اكتر، فهو زي المركز مطمعه. فاعتقد صالح جمعه عليه مسؤوليه كبيره. هل هيكون هو قد المسؤوليه ولا هيضيع الفرصه دي؟ ان الفرصه دي لو النادي الاهلي طبعا في تفكير كبير جدا جدا فيه، ان هو كمان حاجه مميزه ان هي صفقه مش هتكلف النادي الاهلي حاجه. صحيح. هو اوريدي لعيب في النادي الاهلي وكان معاه وحقيقه الراجل ده موهوب جدا. موهوب وكمان متعود على اجواء الفرقه. صحيح. يعني هو مش لسه لعيب جديد هيجي ينسجم وياخد وقت والكلام ده كله، لا هو لعيب اوريدي تدرب مع المجموعه دي وعارف المجموعه دي وعارف الاجواء الدنيا ماشيه ازاي، واعتاد على الضغط وقدم في فتره من الفترات يعني اداء كويس جدا، ولعب مباراه الصعود لكاس العالم مع منتخب مصر، لكن هو اللي ضيع الفرصه من ايده. فصالح جمعه لو ما استغلش الفرصه دي ممكن تكون الفرصه الاخيره ليه تماما. صحيح. تماما، وهيدخل نفسه في سكه ممكن ما يرجعش منها تاني. نتمنى ان هو يحسن استغلال الفرصه دي باذن الله لو اتكتب له ان هو ياخدها، لان طبعا هيتم تحديد قيده من عدمه يوم الخميس اللي جاي في الاجتماع القادم. صحيح. لمجلس اداره النادي الاهلي مع الجهاز الفني والاداري للفريق. طيب نروح بقى لمنتخبنا الوطني الاول، بعيدا عن لقاء النادي الاهلي ولقاء الترجي التونسي واللي حصل في يوم الجمعه اللي فاتت، طبعا كان يمكن اسبوع حزين جدا على جماهير الكره المصريه بالتحديد جماهير النادي الاهلي، واللي طبعا واضح ان كان عندهم اكتئاب بقى لهم 3 4 ايام. شفنا مسيره في الشارع يمكن لشباب بيعيطوا بيبكوا بالدموع بسبب الخساره. ما هي دايما كرة القدم هي متنفس، يعني واحد مثلا ممكن يعني ايه بتعبر عن كل حاجة فيه، بتطلع كل مشاعر، غضب، فرحة، الكلام ده كله ممكن تكون متنفس لناس كتير. بس برضو احنا مش عايزين، احنا عايزين يعني نربي في الجماهير ثقافة يعني مهمة جدا. انا هقول لك على حاجة قبل الخسارة. مفيش يعني عند جماهير النادي الاهلي دي مش موجودة بالظبط كده. لا بس هي لازم تكون موجودة. كل فرق العالم بتكسب وبتخسر، مفيش فريق يعني. المشكلة ان احنا مش في عارف، وكمان المشكلة مش في ان جماهير النادي الاهلي ما عندهاش ثقافة الخسارة. جماهير النادي الاهلي ما عندهاش حتى ثقافة احنا نفوز ونلعب وحش، لا احنا عايزين نلعب حلو ونفوز ونعمل اعلى ارقام ونجيب اعلى نقط وكل حاجة. ده جمهور النادي الاهلي. بحس انه صعب جدا انك تغير له تفكيره ده. بالظبط، هي دي بقى ايه. ولما تيجي تتكلم يقول هو النادي الاهلي هو اللي عودنا على كده من الاول. بالزبط. احنا اتولدنا لقينا نفسنا على طول كسبانين. هو واحد زي ما يكون متعود على حاجه معينه، فجاه الحاجه دي مثلا اتقطعت او مثلا حصل لها دروب، هو بيحس ان ده حقه المكتسب. بالظبط كده، هو ده الطبيعي زي النفس. صحيح. ان انا طبيعي ان انا بتنفس، فطبيعي ان الفريق يكسب بطولات. لا لكن لازم برضو يعني نربي فكره ان لا انت ممكن تقدم كل ما عندك وتبذل اقصى ما لديك وما توفقش وما تنجحش عادي. يمكن بقى متشال لك خطوه اكبر، متشال لك نجاح اكبر، ممكن تكسب بطوله افريقيا في وقت تاني وتخش وتروح تاخد كاس العالم للانديه. يعني بقى انت كده عملت انجاز اكبر واعلى. ممكن يعني ممكن تكون مثلا الموسم اللي جاي النادي الاهلي مثلا يتوج بكل البطولات. فاحيانا جمهور او لا يلزم الجمهور يبقى عنده ثقافه الهزيمه، لكن احنا هنا عندنا في مصر بالتحديد جماهير النادي الاهلي عايزه فريق يكسب ويخسر، سواء اداؤه كويس سواء اداؤه وحش، ما بتبصش لاعتبارات ثانيه. يعني ده برده بيعمل لود كبير جدا على اللعيبه. ما انت لو ضغطت جامد مع لعيبه برده لسه بتكتسب خبرات،
لعيبه التشكيله اللي لعبت المباراه النهائيه لعيبه كانت من 5-6 شهور كانت لعيبه احتياطيه كلهم، 5 أو 6 لعيبه منهم كانوا بعيد عن الصوره تماما. فلازم تدي الثقه خلاص اوريدي الناس دي عملت اللي عليها وقدمت ما عليها، نساند بقى للفتره اللي جايه ونشوف الفتره اللي جايه، لان الفتره الجايه برده الدنيا مش هتقف عند خساره بطوله، لا في بطولات ياما جايه كتير. صحيح. طيب نروح لمنتخبنا الوطني الاول بقى واختيارات اجيري المحليه واختياراته للعيبه المحترفين، شفت الاختيارات دي ازاي؟ لا هي زي ما بقول يعني كل مدير فني بيميل للاستقرار، يعني هو جرب مجموعه معينه زي ما نقول اهل الثقه، انا جربت مجموعه معينه في 3 مباريات ضد النيجر وسوازيلاند وادت المطلوب عليها وادت الفكر المطلوب، فهو مش محتاج مغامره او مش محتاج تغيير، خاصه المباراه تونس اصعب من اللي فات أكيد. فهو عايز يجرب بقى مجموعه العمل دي اللي اشتغل بيها، ونقول في مباريات مثلا رسميه بطابع ودي شويه طبعا للفوارق الكبيره بين مصر والنيجر وسوازيلاند، لا نجربهم بقى ايه في احتكاك اقوى ضد تونس، عشان برده دي هتكون من اقوى البروفات قبل كاس افريقيا، لان احنا كمنتخب مصر مش هيبقى عنده فرصه ان هو يلعب ماتشات وديه كتيره قبل كاس افريقيا، اللي عنده الالتزام اللي جاي في شهر مارس مع النيجر، وفي مباراه وديه مثلا ممكن تتلعب مثلا في قبل البطوله مباراه او اتنين، لكن مباراه تونس هتكون اهم احتكاك لمنتخب مصر واهم اختبار كمان لاجاري. صحيح. عشان كده برضه لازم الاول والحقيقي ولازم الجماهير ما تبالغش في رد الفعل، يعني مثلا لو حتى لا قدر الله المنتخب خسر او تعادل ما تبالغش، لا لسه برضه الراجل قدامه اديله فرصه ان هو يشتغل. صحيح. ويقدم شغله وما تحكمش عليه من دلوقتي. اختيارات يعني. اجاري المحليه مروان محسن، طارق حامد، ايمن اشرف، محمد الشناوي، محمود حمدي الونش، باهر المحمدي، صلاح محسن، محمد محمود من وادي دجله، محمود عبد الرحيم جنش، محمد ابو جبل من سموحه، محمد حمدي من بيراميدز، احمد ايمن صقر من احمد ايمن منصور من بيراميدز، واسلام جابر من الداخليه، طاهر محمد طاهر من المقاولين العرب، وتم استبعاد عمرو السوليه ومحمد هاني لعيبه النادي الاهلي بسبب الاصابه. شايف الاختيارات دي عامله ازاي، او شايف مين اللي اتظلم بعدم استدعائه للمنتخب؟ طيب هناخد السؤال ده لكن بعد الفاصل، فاصل ونرجع نكمل معاكم مره ثانيه. رجعنا مرة تانية ولسه مكملين معاكم، معانا أستاذ محمود باهي الناقد الرياضي منورنا في الاستوديو النهاردة. طيب كنا بنتكلم معاك عن اختيارات أجاري للعيبة المحليين وقلنا ما فيش أي جديد، يعني هو الراجل بيفضل الاستقرار وما استدعاش يمكن ولا لاعب جديد في المعسكر اللي موجود دلوقتي، وطبعا ده بينطبق برضو على اللعيبة المحترفين. واضح ان احنا دايما بنستدعي كل اللعيبه المحترفه، اي حد محترف في اي حته بيكون موجود عندنا في المعسكر. هو طبعا هو المدير الفني الاجنبي دايما، وده اللي رسخه في الفتره اللي فاتت هيكتور كوبر، بيعتبر ان اللاعب المحترف في دوريات اوروبيه حتى لو هو احتياطي هو اكثر جاهزيه بدنيه وفنيه من اللاعب اللي بيؤدي في الدوري المصري. وانت بتوافق الراي ده؟ والله هي بتبقى انطباعات يعني او هي اراء، هو ممكن تكون صح ممكن تكون غلط، يعني هي بتبقى رهان سلاح ذو حدين. يعني مثلا جينا فتره ما كان بيجي لعيبه مع في منتخب مصر تحت قياده كوبر ما بيلعبوش في انديتهم. صحيح. وموجودين في القائمه اثروا، بتبقى ايه لياقه المباريات برده بتفرق. صحيح. التدريب غير المباريات الرسميه، لكن برده في نفس الوقت احنا بنقول يعني المنافسه في الدوري المصري ما بتفرسش اللي هي العناصر البارزه قوي اللي هي تجبر المدير الفني ان هو يغامر، ما عدا مثلا ايه مثالين او ثلاثه مثلا زي وليد سليمان في النادي الاهلي. لا اصلا ما بيروحش. يعني هو طبعا في اعتبارات ان هو السن ومش السن، طب وايه المشكله؟ ايه المشكله؟ طالما هو لعيب قادر. انت هتستفيد السن ايه؟ يعني لو الاهلي لو كان كسب بطوله افريقيا السنه دي كان دوري ابطال وليد سليمان، الراجل ماسك الفرقه من اي تو زد، هو اللي شايل الفرقه لغايه اخر مباراه. ليه ما تستفدش بلعيب في التوب فورم بتاعته؟ يعني هو ممكن ما يوصلش للمستوى ده. صحيح. في فتره ثانيه في نادي الزمالك محمود علاء، راجل استغل التوب فورم بتاعته، يعني هو راجل وصل لمرحله معينه، انت بقى دورك كمدير فني انك توظف، انك مثلا تطور حته معينه شايفها ناقصه فيه، انك تدخله في مجموعه العمل انت ناوي انك تنفذها، لكن بشوف ان في نوع من مش الاستسهال، يعني ان هو انا اخترت مجموعه اشتغلت بيها عملت اللي انا عايزه فخلاص ما ببصش لاي تغيير او ما بقاش عايز لعب كتير في التشكيله. صحيح. فكان العذر الوحيد اللي كان حصل تغيير فيه كان رمضان صبحي باستبعاده وانضمامه للمنتخب الاولمبي. رمضان صبحي هيعمل ايه في المنتخب الاولمبي؟ هل رمضان صبحي بيمثل اضافه للمنتخب الاولمبي؟
هو برغم طبعا عدم لعبه وجلوسه على دكه البدلاء لفترات طويله جدا في هدرسفيلد تاون الانجليزي. ما بالظبط كده، لان هو برده فرصه رمضان صبحي مع المنتخب الاول هتكون ضعيفه جدا. هو لعيب ما بيلعبش مع فرقته الجديده من بدايه الموسم في كذا اصابه، فيمكن فرصته مع المنتخب الانجليزي مثلا كذا ماتش ودي يبتدي يستعيد لياقته، هتبقى زي بروفات تجهزه ان هو ما بيلعبش برده في الدوري الانجليزي، لان برده الدوري الانجليزي فريقه موقفه صعب في الدوري، فبرده ما فيش مجال للمجازفه لعيب يعني مصاب وفي نفس الوقت صغير في السن. صحيح. يعني برضو رمضان صبحي الناس لازم تبص ان هو عنده 21 سنه 22 سنه لسه قدامه. هو ما شاء الله عمل تاريخ كبير مع النادي الاهلي في وقت صغير جدا. هو اتصعد بدري جدا طبعا بالظبط كده. هي بتبقى برضو الناس بتبقى متخيله ان رمضان صبحي عنده 28 29 سنه. لا يا جماعه، لا هو لسه صغير، لكن برضو بقاؤه مع الفريق الانجليزي ما بيلعبش سواء برضو في ستوك سيتي. طب انت ايه رايك في موقف رمضان صبحي؟ هل الافضل رمضان صبحي مثلا يرجع للدوري المصري مره ثانيه يلعب في النادي الاهلي، ولا الافضل ليه انه يفضل على دكه البدلاء في هدرسفيلد تاون الانجليزي؟ هو لو في احتياجات فنيه النادي الاهلي محتاجه طبعا، لكن مثلا برضه نشوف رغبه اللاعب. هو برضه طلع من يومين قال ان انا مش عايز ارجع، او الموضوع مش في حساباته. هو شايف ان الافضل ليه ان هو يفضل في الدوري الانجليزي، ده هيكون اسهل له ان ينتقل لنادي اكبر ونادي افضل، بس ده برضه في حاله ان هو رجع وشارك بشكل اساسي وتم الاعتماد عليه. لكن ما اظنش ان هو طول ما هو قاعد على دكه البدلاء هيكون سهل ان هو ينتقل من هدرسفيلد تاون لفريق اخر. بالظبط كده، هو بقى لازم يدور على محطه ثانيه، يعني محطه مثلا اقل قوه مثلا في الدوري الالماني او في الدوري مثلا الفرنسي، يبتدي يشارك في المباريات ويرجع ليها، او الدوري الايطالي يبتدي زي ما عمل محمد صلاح بالظبط. راح تشيلسي قعد مثلا سنه كامله كانت مشاركته قليله جدا، بعد كده راح فيرنتينا ثم روما، في سنه ونص الراجل او سنتين الراجل رجع للواجهه بقى من افضل لعيبه العالم. فانت ليه ما تفكرش التفكير ده ومتمسك بفرقه؟ برده لازم رمضان صبحي يفكر ان الفرقه دي حتى ما لا تناسب امكانيات اللاعب المصري، الفرقه بتميل للقوه والاندفاع الهجومي والكلام. صحيح. ده كله مش الفريق اللي هو المهاري اللي بيعتمد على نقل اللعب والبناء الهجمه من تحت، لا فريق هدرسفيلد هو فريق انجليزي شويه، يعني الفريق اللي هو بيلعب الكره الانجليزيه الكلاسيكيه شويه، مش فريق مثلا مش ارسنال مش ليفربول اللي هو بيلعب كره على الارض فكر متطور، فاعتقد هتبقى فرصته صعبه. عشان كده الافضل ان هو يدور على نادي تاني في يناير ينتقل ليه، سواء في المانيا اللي هي دوريات اقل قوه، ويبتدي هو يطلع فيها تدريجيا مع الوقت. صحيح. انا نتمنى له اكيد كل التوفيق في مشواره الاحترافي. بشكرك جدا كمان استاذ محمود باهي الناقد الرياضي في الشروق، نورتنا النهارده في الكلام في الميديا، اكيد استمتعنا بوجودك معانا النهارده. بشكركم جدا على حسن مشاهدتكم. لينا نشوفكم بكره باذن الله الساعه 5 مساء في حلقه جديده من كلام في الميديا، ويوم سعيد عليكم ان شاء الله.